السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. بداية أشكر القائمين على هذا الملتقى، والله يبيض وجيههم جميع، وأتمنى التوفيق لأخونا وابن عمنا ناصر بن ثويني، وأعتذر لعدم حفظ القصائد لضيق الوقت. يقول: سحاب تبرق وترعد من عصير، سحاب تبرق وترعد من عصير، أول حياها للرفيق الموالي، ما هالعذب ما هو بيحتاج تكرير، ومن بعدها يا أصحابنا طيب فالي. في مجتمعنا في جمعنا المبروك هذا مس الخير، أقولها والكيف ما هو بخالي، فيها البيوت الوافيات المشاهير، فيها المعاني الكايدات الجزالي، متى على الله يعلنون التباشير، ويثمن الله جهد كل الليالي، جهد الشهور اللي مضت والتفاكير والفزعة المعهودة أول وتالي، جهد الشهور اللي مضت والتفاكير والفزعة المعهودة أول وتالي، من شان ناصر ما حسبنا الدنانير، نسوقها سوق الهلل والريالي، شاعر ولكنه ينافس شواعير، شد العزوم وبالله الاتكالي، ما دامها تصويت ما به معاذير، العذر ما يقبل ولا هو يقالي، ولا لحد في مثل اليوم تبرير، ونرخص الغالي على شان غالي، حنا أحزام الرجال المناعير اللي تجملنا جموع رجالي، حنا أحزام الرجال المناعير اللي تجمل في جموع رجالي، ويا من معك فالدعم كبير وصغير، يا من العريضة من جنوب وشمالي، والطير دام له جناحين بيطير، يطير بالجنحان في كل عالي، وربعك قبايل يام وبشرك خير، أسمن يهزك برجبل فالجبالي، والطير دام له جناحين بيطير، يطير بالجنحان في كل عالي، وربعك قبايل يام وبشرك خير، أسمن يهزك برجبل فالجبالي، مثل البحر ولا سوات الأعاصير، نورد على الموت الحمر ما مبالي، تشهد لنا أيام الزمن والأساطير، يشهد لنا التاريخ ماضي وحالي، لثارة الهيجة وسقنا الطوابير، المر لو هو مر بيصير حالي، لثارة الهيجة وسقنا الطوابير، المر لو هو مر بيصير حالي، دورة بطر ما هي دورة مغاوير، حتى ضربنا للنشامة مثالي، واليوم وردنا نظهر الماء من البير، نشرب وتشرب واردات الجمالي، دورة بطر ما هي دورة مغاوير، حتى ضربنا للنشامة مثالي، واليوم وردنا نظهر الماء من البير، نشرب وتشرب واردات الجمالي، في شاعر المليون بنكمل السير، بعد التعب لابد نشرب زلالي، والبيرة قال لي في الإمارات بيصير، نصيبنا بإذن العزيز الجلالي، نرفع علم دار الوفا ديرة الخير، دار الكويت أم الكرم والمعالي، ذا المختصر والعلم ما فيه تفسير، برق ورعد والغيث همل وسالي، سحاب تبرق وترعد مزابير، في شاطي الراحة تهل المخالي، من صوتها تطير كل العصافير، ومن وبلها تنعش كرام السبالي، والمعذرة وإن كان في الهرج تقصير بشر، ولله العظيم الكمال. أما المشاركة الثانية يقول: دق الهجوس وبعد ما دق فزيت، دق الهجوس وبعد ما دق فزيت، والفكر في الهاجوس زاد انشغاله، فكر ينومسني ليام انتهى قويت، حتى ولو يزيد عندي اشتعاله، سويت لي فنجال بنو تقهويت، من بعد فنجال المقهوي بياله، سويت لي فنجال بنو تقهويت، من بعد فنجال المقهوي بياله، وعلى القصيد اللي يجمل تراكيت، الله يجملنا مع اهل الجماله، يا الله يلي لك يحجون للبيت، يا الواحد اللي ما عبدنا بداله، انك تحقق منيتي لا تمنيت، تكتب لنا في كل ناموس طاله، انك تحقق منيتي لا تمنيت، تكتب لنا في كل ناموس طاله، حنا فدا كلمه وطن
يعني الكويت دار لها الرجال يرخص حلاله، نرفع علمها فوق من صيت لصيت، ولها الرجل يسوق ماله وحاله. حنا فدا كلمة وطن يعني الكويت دار لها الرجال يرخص حلاله، نرفع علمها فوق من صيت لصيت، ولها الرجل يسوق ماله وحاله. ومدامها حب وتلاقي وتصويت، يعني مدام الله جعلها سهالة، يا يام لو اكتب من الشعر كم بيت، بيوت شعر كل ابوها جزالة، اعجز عن التعبير لو اني وفيت، في مدح ربعي من عصور الجهالة، قبيل تنفيها افتخر لا تعزويت، طيب وكرم واخلاص قلب وشكالة، شجاعة ما هي بتحتاج توقيت، موجود في كل وقت وحالة. قبيل تنفيها افتخر لا تعزويت، طيب وكرم واخلاص قلب وشكاله، شجاعة ما هي بتحتاج توقيت، موجود في كل وقت وحاله، من عزمنا نشتت الجمع تشتيت، ما نعرف الذله ولا الاستحاله، وفي شاعر المليون بيصير تثبيت، خمسه والاول بيرق النصر فاله، والبيت يلي ناويين تبني البيت يبنى بعمدانه ومسه حباله، ورجل بلا ربع حياته تناهيت ما تنفعه يمناه لا شماله. والبيت يلي ناويين تبني البيت يبنى بعمدانه ومسه حباله، ورجل بلا ربع حياته تناهيت ما تنفعه يمناه لولا شماله. واليوم يا ناصر مدامك تعليت، يلا عسى فكرك يحقق مناله، والحي يحيي الحي والميت يميت، والعز والناموس يعرف رجاله، ومدامها فزعة على شكل تصويت افزع مع ربعك ودز الرسالة. سلامتك. نشكر الشاعر مبارك عبد الله العميان على هذه المشاركة، وينتقل الميكروفون إلى الشاعر محمد العزام فليتفضل.